لا يستطيع عاقل إخواني وأخواتي أن يرى جزءاً جزءاً من المعنى، شيء له معنى في إنسان يرغم على أن يعتقد بما لا يؤمن به. وين المعنى هنا؟ هذه حالة عدمية، هذه حالة نفاق والعياذ بالله. إيش هالشريعة وإيش هالدين الذي يرغم الناس على أن يكونوا منافقين؟ تخيلوا الآن أحداً من الناس ما عاد يعتقد بالله والعياذ بالله، عياداً بك اللهم، ما عاد لسبب أو لآخر، ضل الرجل ضلالة مبينة ألحد، لكن تحت تأثير الإرهاب الفكري والديني والسياسي لا بد أن تعاود دينك وإلا تقتل، تقطع رأسه. طبعاً يعود إلى الدين بعضه، أكثرهم يعود إلى الدين، جميل الحمد لله. ماذا يحدث الآن أيها الإخوة؟ ويعود إلى الصلاة وإلى الحج وإلى الزكاة وهو في داخله غير مؤمن بكل هذه التكاليف. ما هذه الحالة؟ حالة كذب وزيف. المجتمع أيها الإخوة يصبح ملآن بهؤلاء الكذابين المنافقين الحاقدين على المجتمع وعلى وعلى سلطته السياسية والدينية والمعرفية. لا يجوز، لا نستطيع أن نتلمس معنى هنا أبدا، والعكس صحيح، العكس صحيح. انظروا الآن إلى جمال المتدين المسلم من أمثالكم بفضل الله هنا في أوروبا، أنا أرى فيه جمالا خارقا. لماذا؟ الفرص هنا متاحة لكل أنواع ماذا؟ الفجور والعصيان، وتجد المسلم يلتزم العفة ويلتزم الشرف والصلاة وكذا، شيء لطيف جدا جدا جدا.